أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاءات تركية. هذه الليلة سنناقش قضية مهمة وأساسية جدا تتعلق بالأمة الإسلامية والإنسانية والبشرية كلها، وهي موضوع الإسلام عقيدة ونظام الحياة. الإسلام هل فيها دولة؟ هل في الإسلام فيه الدولة أو نظام الدولة؟ ما هي النظريات الأساسية فيما يتعلق بالدولة الإسلامية في فكر الإسلامي والسياسي؟ كل هذه القضايا سنناقشه مع مجموعة من الأساتذة الذين يهتمون بهذه القضايا منذ سنوات طويلة، ونحن مقبلون في شهر رمضان. من الآن أريد أن أقول كل عام وأنتم بخير في كل مكان، لكل المسلمين في كل مكان حيثما وجدوا. إذن هذه القضايا سنناقشه هذه الليلة في بداية رمضان، لأن الإسلام رحمة للإنسانية كلها، لكن الإسلام هذه الأيام كأنها أصبحت مشكلة أساسية للبشرية كلها على يد مجموعة من العناصر الذين يسيئون للإسلام حيثما وجدوا. إذن هذا الموضوع يستحق الدراسة والبحث والتفاصيل فيها مع مجموعة من الأساتذة الذين يهتمون بهذا الموضوع وتمكنوا في كتابات في هذا الموضوع. إذن معنا أستاذ محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق والسياسة أخلاق السياسي في مركز التشريع الإسلامي في قطر. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. ومعنا أستاذ عبد المجيد نجار، عضو المجلس التأسيسي المجلس الوطني لتونس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومعنا أستاذ برهان الدين دوران، أستاذ في جامعة الشهير ومدير مركز الدراسات ستا في إسطنبول. أهلا وسهلا. إذن أولا أريد أن أتوجه بسؤال إلى أستاذ مختار الشنقيطي. أستاذ مختار، أنت معروف جدا في تركيا ولديك كتب كثيرة فيما يتعلق بفكر السياسي أو فكر الإسلام السياسي، ولديك صولات وجولات في هذا الموضوع. أعتقد أنت من الذين بارست في هذا المجال. ما قصة مفهوم الدولة في الإسلام؟ يعني كأن هذا القسم قد أهمل كثيرا قرون طويلة، وبالتالي ظهر بعض الحركات السياسية خاصة في القرن التاسع عشر، وأرادوا أن ينادوا بدولة إسلامية، وخاصة أيضا بعد سقوط الخلافة الإسلامية في أراضي أناضول. وبالتالي قد توجهوا إلى كتابات معينة، وهذه الكتابات كانت بدأت تقريبا مع أستاذ المودودي، واستمرت مع حسن البنا، واستمرت أيضا مع أستاذ سيد كتب، لكن فيها فوارق طبعا بين لهجة سيد كتب ولهجة حسن البنا، وكان هناك فروق أيضا مع بعد السبعينات، كتابات في ما بعد السبعينات، وخاصة بعد أن دخل أستاذ راشد الغنوشي في الساحة السياسية بالقوة، وله كان نظريات أخرى في الحقيقة. كل هذه النظريات تركز على يعني مكانة الدولة في الإسلام، أو يعني الإسلام، وسمي فيما بعد هذه النظريات الإسلام السياسي. أريد أن أسمع منك ما قصة كل هذه الأحداث التي حدثت، من طبعا أحداث لقرنين ستلخصه خلال ثلاث دقائق. لا، بل سأذهب إلى ما بعد، ما قبل القرنين. طيب، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا للأستاذ الكريم عمر فاروق، وشكرا للأحبة في تي ار تي على الاستضافة، ويسعدني أن أكون مع الأستاذين الكريمين هذه الليلة. قصة الدولة مع الإسلام هي قصة طويلة وقديمة، ولفهمها نحتاج أن نضعها في سياق مقارن. الإسلام ولد في فراغ سياسي، في منطقة فيها فراغ سياسي، فبنى دولة من البداية. لو قارناه مثلا بالمسيحية، المسيحية ولدت داخل دولة، وهي الدولة الرومانية، يعني ولدت من رحم الدولة الرومانية. الدولة قائمة، المؤسسات قائمة، القوانين موجودة، البيروقراطية موجودة. الإسلام ولد في الجزيرة العربية فيها فراغ سياسي كامل،
قوم لا يعرفون السياسة ولا النظام ولا القوانين، وكانت قريش يقولون نحن قبيلة لقاح لا ملك لنا، يفتخرون. لأن الإسلام ولد في هذه البيئة التي لا تعرف الدولة والنظام والانضباط والقانون، فهو من البداية بنى دولة. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى دولة، كان قائدا دينيا وكان قائدا عسكريا وسياسيا وكل ذلك. الذين يسيئون فهم هذا الأمر نوعان من الناس، هنالك من العلمانيين ما يسيء هذا الفهم لأنه يقيس الإسلام على الديانات الأخرى، وهي ديانات ولدت في بيئة مختلفة ولها طبيعة مختلفة. وبعض الإسلاميين الذين تتعلق أذهانهم بصورة تاريخية أيضا ويريدون استنساخ الصورة التاريخية بدلا من أن يأخذوا القيم التي قامت عليها هذه الدولة الإسلامية. فإشكالية الدولة الإسلامية لو وضعناها سحبناها إلى العصر الحديث هي إشكالية القيم السياسية، الصراع ما بين من يريد القيم السياسية الإسلامية ومن يرفض القيم السياسية الإسلامية ومن يحمل صورة تاريخية في الذهن يريد استنساخها. فعندك جماعات سلفية استأثرت لصورة تاريخية تريد استنساخها، وهذا مستحيل، وهذا السبب الذي جعل مشكلة الإسلام السياسي مشكلة في العالم. وعندك علمانيون لا يريدون أصلا أي قيم سياسية في الإسلام، رغم أن الإسلام فيه قيم سياسية بالفعل ومنذ البداية. وعندك حركات إسلامية معتدلة، تيار عريض، تيار صحوة الإسلامية العريض، الذي يريد أن يقيم دولة قائمة على قيم الإسلام لكنها متصالحة أيضا مع العصر ومع العالم المعاصر. فعندنا مدارس ثلاثة، هذه المدارس الثلاثة أنا أعتقد الذي له المستقبل فيها طبعا هو الذي يستطيع أن يركب ما بين قيم الإسلام الخالدة وليس الصورة التاريخية مع الواقع المعاصر. هنا تأتي المدارس المختلفة في الصحوة، سواء الشيخ المودودي أو الشيخ الندوي أو سيد قطب أو الإمام البنا وغيرهم، وكلهم قدم اجتهادات طبعا في الموضوع، ولكن أنا أعتقد أنه جوهر الموضوع لا يزال يحتاج إلى نقاش كبير. المسألة ليست القوانين الإسلامية الآن ولا الجزئيات بقدر ما هي القيم، أمهات القيم السياسية. وأمهات القيم السياسية هي الشورى، أي حق الناس في اختيار من يقودهم، المشاورة، حق الناس في المشاركة في صنعة القرار، العدل بين الجميع بغض النظر مسلمين أو غير مسلمين، المدافعة اللي يسموها الأمريكيون checks and balances، يعني يكون هنالك تعددية حزبية ونقابية وإعلامية حتى يبقى فيه توازن في القوى. عندك من قيم السياسية الإسلامية المال العام، إنه في الحديث النبوي مال الله، يعني ليس ملكية شخصية. عندك من أمهات القيم السياسية الأمانة، إنه صاحب المنصب العام، أولاً المنصب العام أمانة وليس ملكية شخصية، ثانياً الذي يتقلده لابد أن يكون أميناً أيضاً لأنه أجير للأمة. وعندك القوة، والقوة بالمصطلح السياسي الإسلامي تعني الخبرة، competence. فهذه القيم أهم شيء الآن ليست تطبيق هذه الجزئية أو تلك من القانون الإسلامي بقدر ما هو أن نقيم نظام على أساس هذه القيم، أمهات القيم السياسية الإسلامية. نعم، شكرا أستاذ عبد المجيد. يعني عندما ندرس تاريخ الإسلامي فيها مذاهب إسلامية الفقهية وفيها مذاهب صوفية تصوفية، عندما ننظر حوارات الموجودة حتى النقاشات الحادة بين المذاهب الفقهية كانت يعني تعتبر يعني محترمة يعني بين المذاهب والمدارس. أيضا النقاشات الموجودة بين الصوفية أيضا تعتبر محترمة إلى حد كبير، حتى النقاشات بين المدارس الصوفية والمدارس الفقهية أيضا نقاشات ثقافية محدودة ويحترمون بعضهم إلى حد كبير. لكن لما ننظر إلى مدارس السياسية التي تشكلت أو دخلت في مجال السياسي في التاريخ، كلهم سببوا مشاكل كبيرة سواء كان من طرف السلطان أو من طرف المعارضة. يعني تاريخنا السياسي في التاريخ الإسلامي غير براقة في الحقيقة. ما السبب؟ يعني هل هذا السبب يعود إلى أحد الخلفاء الراشدين أو ما بعد الخلفاء الراشدين؟ ما المشكلة يعني في التاريخ الإسلامي؟ لماذا دائما نحن في مجال السياسي لم ننجح إلى حد كبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ عمر، والتحية لجميع النظارة لهذه القناة المحترمة. الفقه الإسلامي عموما كان فقها ثريا جدا كما نعلم، في جميع مجالات القانونية وفي جميع مجالات الحياة، إلا أن الحلقة الأضعف في هذا الفقه كانت هي حلقة الفقه السياسي. الفقه السياسي الذي يتناول الحكم وشؤون الحكم وشؤون الدولة وما إلى ذلك كان فقها ضعيفا، لم يتطور في خلال تطور المراحل العلم والثقافة الإسلامية لأسباب عديدة قد لا نستطيع حصرها الآن. إذن نحن بإزاء فقه نظري ضعيف وغير متطور وغير نامي، مما أدى إلى أن ينعكس هذا على الحياة الواقعية السياسية، فحدث ما حدث من كثير من الأخلال في هذه الحياة السياسية المتعلقة بشؤون الحكم. على سبيل المثال، فإن رئيس الدولة في الفقه السياسي الإسلامي أعطيت له مكانة كبيرة وعليا، وأوكل إلى صفات وشروط تشترط فيه قد تتحقق في الإنسان وقد لا تتحقق، ولم ينتحي هذا الفقه المنح الذي يضبط هذه المؤسسة، مؤسسة الرئاسة، بإجراءات وبمؤسسات وبأمور عملية ومؤسسية، فتطور الأمر إلى ما كنت تذكر من ضعف في هذه في هذا المجال، مجال السياسي. وظهر ذلك في الواقع، حيث على وحينما نعود إلى الأصول الإسلامية فإن في شؤون الحكم وفي شؤون السياسة، فإننا نجد هناك ثلاث ميزات وثلاث قواعد كبرى. القاعدة الأولى هي أن قيام الدولة في الأصول الإسلامية في الدين الإسلامي هو مبدأ ديني مركزي. صحيح عند أهل السنة لم يبلغ مرتبة الاعتقاد وأن يكون مفردة عقائدية، هذا عند الشيعة، ولكن عند أهل السنة لم يبلغ ذلك، ولكنه قيمة أو مبدأ ديني مركزي. الأمر الثاني هو أنه كما كان يذكر الأستاذ الدكتور المختار من ذحين، لم تقيد الحياة السياسية وشؤون الحكم بتقييدات تفصيلية، وإنما بنيت على قيم عامة كان يذكرها الأستاذ منذ حين، مبدأ الشورى، مبدأ العدالة، مبدأ التدافع إلى آخره، وتركت الأمور الإجرائية للتطورات الزمن وتطورات الحياة السياسية والحياة الاجتماعية. المبدأ الثالث وهو مبدأ مهم ومهم جدا هو مبدأ المعادلة الدقيقة بين الدولة والمجتمع. هناك الدولة ولها شروط ولها مهام، وبإزائها المجتمع له دور كبير أيضا في المبادئ الإسلامية الأصولية أو في الأصول الإسلام. كل هذه الميزات الثلاثة بالأخص المبدأ الثاني والثالث وقع فيه خلل في أثناء المشهد التاريخي الإسلامي في شؤون الحكم وفي شؤون الدولة. في القيم ضربت قيمة الشورى، ضربت قيمة العدالة، في توازن بين الدولة والمجتمع كانت معادلة قائمة طيلة سنوات، طيلة عقود، بل طيلة قرون، وأدت إلى نتائج حضارية مهمة ومهمة جدا قام فيها المجتمع بدور مهم. ولكن بعد ذلك، بعد قرون وخاصة لما جاءت الدولة الحديثة، اختل هذه المعادلة بين الدولة والمجتمع، ودعت الدولة أنها سوف تقوم بكل شيء، فلم تقم إلا بالشيء القليل. شكرا أستاذ برهان الدين. كما لاحظنا هناك مشاكل في الحقيقة في فكر الإسلامي السياسي،
يعني الأوروبيون عندما أرادوا أن يؤسسوا دولة الوطنية يعني كان فيها مشاكل فكرية والدينية، وقتل من قتل في أوروبا أكثر من 20,000 ربما 20 مليون ربما أكثر من 20 مليون، وفي النهاية وصلوا إلى مبادئ الثلاثة: الديمقراطية والتعددية الحزبية والعلمانية في مفهوم الغربي. بينما في مجتمعات الإسلامية في يعني عندما أرادوا أن ينتقلوا إلى الحداثة في فكر الإسلام السياسي يعني يشكون في الديمقراطية إلى حد ما، ويشكون في التعددية إلى حد ما، ويشكون في العلمانية إلى حد كبير. إذن هل هناك حل آخر في إطار الفكر الإسلامي حتى لا نكرر أو لا نجرب ما جربه الأوروبيين في أوروبا في منطقتنا؟ بكل تأكيد عندما نتحدث عن الدولة يجب علينا أن نحدد المفهوم، لأننا اليوم الدولة التي تتكلم عنها اليوم مختلفة جدا عن الدولة في العصور الوسطى أو الدولة في عصر مهد الإسلام، هذه مختلفة جدا. الآن الحقيقة نتكلم عن الدولة العصرية، الدولة الحديثة، وهذه الدولة طبعا بكل تأكيد ربما أقوى بكثير، مركزية أكثر بكثير من الدولة في العصور الوسطى، ومتنفذة وداخلة في كل مرافق الحياة في المجتمع. وبالتالي إذا نظرنا من هذه الجهة سوف نرى أن الأمة أو مصلحة الأمة التي تحميها الدولة وفي المجهز الإسلامي مختلفة نوعا ما عن الدولة الحديثة العصرية فيما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والدولة الحديثة المركزية، وكيف تتدخل الدولة في تشكيل وصياغة حتى حياة الفرد والمجتمع. الآن أصبحت حياة الفرد لا تطاق بسبب الدولة أحيانا، وبالتالي هذا المفهوم مهم جدا، يجب علينا أن نضع الأمرين في كف واحدة الدولتين. بالتوازي مع هذا سوف نرى أن الديمقراطية والأيديولوجيات والعلمانية التي ظهرت في الغرب يجب علينا أن نقيمها أيضا بنفس الطريقة. الصعوبة هنا هذه المفاهيم التي ظهرت في الغرب، هذه الأنظمة التي ظهرت في الغرب، ربما إذا قارناها بالمفاهيم الأساسية والقيم الإسلامية مثل الشورى والتعددية الأمانة وغيرها، ربما هي بنفس الطريقة يمكن أن نأخذها وندمجها ونعيد صياغتها حتى تكون مناسبة للنظام الإسلامي ومفيدة للحياة المسلمين. هذا ممكن، والحقيقة هذه التقييمات قيمة قام بها الكثير، وكثيرون حاولوا أن يجيبوا على هذه الأسئلة التي واجهت الغرب وواجهت الشرق. والمسلمون أيضا سوف نرى أن هناك فوائد يبحث عنها لمصلحة المسلمين، وبالتالي هنا الكثيرون قبلوا أن يكونوا تحت سقف الدولة. لكن هذه الجهود من وقت لآخر أحيانا ربما كان هناك إغفال لهذه الفروق الموجودة بين الدولة الحديثة والدولة القديمة، وكأن البعض يريدون أن يروا أن الدولة الإمامة أو الخلافة هي نفسها الدولة الحديثة، وظهرت تجارب مختلفة ورؤى مختلفة. دون أن نرى هذا الفرق صعب جدا أن نؤسس لدولة. الذين يقولون أن هذه الدولة الإسلامية كيف سيرى الشريعة؟ هل هو مضطر لأن يطبق كل شيء في الشريعة؟ عندما يطبق هذا كيف سوف ننظر الآن أو إلى منع أو حظر المجتمع المدني، وهل يعيق المجتمع المدني أو العلماء وفقهم هذه الدولة أم لا؟ وبالتالي أولا مرة أخرى هذه القيم التي ظهرت بالغرب العلمانية والديمقراطية وغيرها يجب علينا أن نواجهها أولا، ثانيا أن ندمج هذا الأمر ونقيمها ضمن ما تعنيه هي في موروثنا الإسلامي، ثم نظهر نظرياتنا. أستاذ مختار، نحن درسنا كتب القيادات الفكرية في فكر الإسلام السياسي كما ذكرت قبل قليل، مودودي، سيد قطب، بنا، مالك بن نبي، ومحمد إقبال وما إلى ذلك. لكن كل هؤلاء المفكرين كانوا يعطون لنا صورة مثالية تماما، وعندما يأتي الإسلاميون إلى السلطة وجدوا أن المجتمعات مختلف عن ما كانوا يذكرونه. يعني الوصول إلى السلطة لم يكن حلا أساسيا، وإنما مشكلة بداية المشكلة في الحقيقة. يعني وجدنا فيها أثنيات مختلفة، وجدنا فيها مذاهب مختلفة شيعة وسنة، وفيها مشاكل اقتصادية أخلاقية تنموية إدارة البلديات وما إلى ذلك. هذه الأشياء لم يذكر في كتب المثالية التي قد درسناه. كيف نستطيع أن نطور فكر سياسي إسلامي معتدل مقبول في مجتمعات مختلفة؟
أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية في الفكر السياسي الإسلامي الذي ورثناه خصوصا من منتصف القرن العشرين، من النصف الثاني من القرن العشرين، أنه وعظي وليس تحليليا، فهو لا يحلل التجربة التاريخية الإسلامية تحليلا موضوعيا، بل يقدمها بصورة مثالية غير واقعية، وهو لا يحلل مشكلات الحياة التحديات العملية. يعني الفارق النوعي الذي أشار له الدكتور برهان الدين، الفارق النوعي بين الدولة المعاصرة وبين الدولة القديمة، هذا في حد ذاته باب واسع يحتاج إلى دراسات كاملة. وأنا نشرت مؤخرا مقالا طويلا بعنوان الفقه الإمبراطوري والدولة العقارية المعاصرة، أنه الفقه الذي ورثناه هو فقه ولد من داخل إمبراطورية وتحكم فيه منطق إمبراطورية، والإمبراطورية ليست دولة. أولا الإمبراطورية، يقول هيجل، المواطن الحر الوحيد في الإمبراطورية هو الإمبراطور، يعني هي ليست دولة حريات. ثانيا الإمبراطورية الشعب الفاتح والذي يحكم حتى ولو كان أقلية، سواء فاتحين عرب وفاتحين أتراك أو فاتحين من أي أمة، هم الذين يحكمون، هذا قانون الفتح. إذن ليس دولة ديمقراطية طبعا بطبيعة الحال، ليس فيها مساواة بين المواطنين. الدولة المعاصرة لا، الدولة المعاصرة هي ملكية عقارية مشتركة، يعني عقار تملكه جماعة من الناس بغض النظر عن دينهم وعن إثنيتهم وعن لغتهم، ما يجمعهم معا هو أنهم يشتركون في ملكية، مثل ملكية هذا البناء مثلا. ولذلك لا يمكن التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو على أساس الإثنية أو على أساس اللغة، لأن ما يجمعهم هو هذه الجغرافيا. الجغرافيا هي كل شيء في الدولة المعاصرة. إمبراطورية ما في جغرافيا، حدودي هو أينما استطاع جيشي يصل، وحدودك أينما استطاع جيشك يصل. هذا فارق نوعي كبير جدا. لكن أنا أعتقد اللي ذكره أستاذنا الكريم الدكتور عبد المجيد حول التاريخ الإسلامي مهم جدا. محمد إقبال يقول إنه القيم السياسية الإسلامية بقيت أجنة، جمع جنين، إن السياق التاريخي لم يسمح لها أن تنمو نموا طبيعيا. يقول هذا في رسالته الشهيرة للمستشرق نيكولسون، أكيد أنت اطلعت عليها في دراستك في باكستان أستاذ عمر. عبد الرزاق السنهوري وهو من كبار فقهاء القانون الدستوري المعاصرين في العالم العربي وهو مصري، يقول إنه الفكر السياسي الإسلامي لم يتجاوز مرحلة الطفولة بعد. يعني إقبال يقول جنين والثاني يقول طفل، فهنالك تخلف كبير في فكرنا السياسي وفي فقهنا السياسي. والسبب في هذا هو أن جوهر أزمة الحضارة الإسلامية من بدايتها، وأنا كتبت هذا في رسالتي الموجودة عندك، لكل حضارة أزمتها، وأزمة الحضارة الإسلامية منذ البداية هي أزمة دستورية تتعلق بشرعية السلطة. منذ ليلة السقيفة إلى اليوم لا تزال عقدة العقد في الحضارة الإسلامية هي قضية الشرعية السياسية، شرعية السلطة. يعني سيطر عليها الصحابة 30 سنة، ثم سيطرت عليهم وسيطرت علينا إلى اليوم فيما بعد. نعم. حتى الصراع السني الشيعي والمشكلات التي أشرت إليها، الخلاف السني الشيعي هو مجرد عرض للمرض، وهو مرض الصراع على شرعية السلطة. نعم، سندخل فيها. أستاذ عبد المجيد، يعني عندما أردنا أن نستفيد من تجربة الغربية خاصة فيما يتعلق بالأمور الإدارية، ما تسمى بالديمقراطية في المنطقة العربية والإسلامية، وخاصة حتى فقهاء إذا أرادوا أن يدرسوا هذه التجربة، يأتي أناس يقولون لا يجوز الاقتباس أو الاستفادة من تجربة الغربية، كأن الديمقراطية دين آخر ولا يجوز خلط بين الدين الإسلامي ودين الديمقراطي. وأما أنتم في تونس أعتقد تجاوزتم هذه المرحلة إلى حد ما، وإن كان لديكم ما زالت هناك مشاكل عالقة. كيف تقيم بين تجربة الديمقراطية الغربية وتجربة الإسلامية في طوال القرون؟ فيما يخص الديمقراطية وتفاعل المسلمين الآن معها، كما يقال هلك فيها طرفان، طرف أنكرها إنكارا جمليا بمحاسنها ومساويها، وطرف آخر أخذها مشوهة وتأثر بسلبياتها ربما دون محاسنها، والكل
لم يلتفت إلى جوهر ما يقابل الديمقراطية في تراثنا الإسلامي وفي أصولنا الإسلامية، وهي ما نسميه بالشورى. نعم. لأن الديمقراطية كما هي الآن هي حتى تاريخيا نشأت كحل بعد صراعات طويلة بين أطراف. نعم. في أوروبا، وحروب طالت سنوات وسنوات، انتهى القوم إلى الاقتناع بأن عليهم وليس لهم إلا أن يتوافقوا على شيء يحلون به هذه الصراعات التي لم يغلب فيها طرف آخر، فاهتدوا إلى هذه الديمقراطية وأوجدوا لها إجراءات ومؤسسات وإدارات. نعم. إذن فهي ليست ديمقراطية، ليست مؤسسة على قيم إنسانية ثابتة، وإنما هي مؤسسة على توازنات، متى ما تختل تلك التوازنات فإنها تسقط، وهذا وقع لما اختل التوازن بين النازيين وغيرهم، سقطت الديمقراطية ووقعت الحرب العالمية. ولما سقط التوازن بين العالم الشمالي والعالم الجنوبي لا يوجد معنى للديمقراطية، ولهذا نجد الذين يتبنون الديمقراطية في الشمال يعينون ويقفون مع المستبدين في الجنوب. إذن فهي مسألة يعني حقيقة ينبغي مراجعتها من هذه الناحية. المسلمون لم يراجعوا هذا الأمر، والذين رفضوا الديمقراطية في معناها ورفضوها في إجراءاتها وفي إدارتها، والآخرون أخذوا المعنى ولم يأخذوا الإجراءات. والمفروض أننا نجمع نحن كمسلمين في مجال تطوير الفقه السياسي أننا نأخذ أننا نعود إلى روح الشورى وإلى حقيقتها وأن نؤصلها، ثم نستفيد من الكسب الإنساني في المجال الديمقراطي من حيث الإجراءات، من حيث المؤسسات، من حيث الإدارات، فنكون إذن قد بنينا ديمقراطية أو شورى لا يهم على أساس إنساني ثابت، على قيم إنسانية ثابتة، واستفدنا من ناحية الإجراءات والمؤسسات والإدارات. ظني أننا علينا أن نطور الفقه السياسي الإسلامي في هذا الاتجاه، والذي ذكرتهم أنت من الكتاب الذين تناولوا هذه المواضيع في تقديري لم يهتدوا إلى الطريق الصحيح الذي يطورون به الفقه السياسي والديمقراطية على رأسها. نعم، هناك بشائر منذ بعض العقود في هذا السبيل، على سبيل المثال ما كتبه الشيخ راشد الغنوشي والشيخ حسن الترابي والدكتور محمد سليم العوة وربما غيرهم. نعم. بدايات يمكن البناء عليها والانطلاق منها نحو فقه سياسي، ليس بالضرورة استنساخا للفقه السياسي الجامد التراثي، وليس بالضرورة استنساخا للفقه السياسي الموجود الآن الغربي في من بنى عليه من أصول ثقافية لا تناسب ثقافتنا، أي الثقافة الإسلامية. شكرا أستاذ برهان الدين. عندما كتب أوليفر روي عن إفلاس إسلام السياسي في التسعينات، كنت قد استنكرت عليه شخصيا وقلت هذا رجل يحلم يعني، وإسلام السياسي صاعد وسيأتي إلى السلطة في كل مكان وسينفذ أحلام المسلمين وتطبق ربما نظاما عادلا في التربية وفي الصحة وفي التعليم وما إلى ذلك. لكن عندما وصل المسلمون شيعة والسنة في العراق تناحروا، وبالتالي فعلا أثبتوا أن لديهم قابلية في إفلاس المشروع الإسلامي على الأقل في العراق، وبعد ذلك انتقل هذه العدوى ربما في بلاد أخرى. هل فعلا إسلام السياسي أفلست في مجال السياسي؟ هل ما زالت فيه أمل؟ يعني بغض النظر عن تجربة التركية يعني. شنو طبيعي
طبعا عندما نتكلم عن الإسلام سوف نرى نظاما أو دينا يتمحور حول القرآن والسنة. المسلمون فهموا هذا الدين بطرق مختلفة عبر المراحل التاريخية حسب ظروفهم والفترات الزمنية والدول التي عاشوا فيها، وبالتالي هناك أسس في هذا الإسلام، ولكن أيضا هناك رؤى حول الإسلام رؤى مختلفة من مكان لآخر وجبال لآخر. أنا أيضا أفهم أن الذين ينظرون للإسلاميين مثلا بهذه الطريقة، ربما الإسلاميون يريدون أن يحلوا المشاكل التي يعاني منها المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية عبر مفهوم الأمة والوحدة الإسلامية، وهذا يمكن أن يأخذ أو يتمظهر في تمظهرات مختلفة في أشكال معينة. هناك من هذه الرؤى بعضها ضعيف وبعضها قوي، بعضها جيد، بعضها قد يكون فيه ما يعتريه، وبالتالي هنا مشكلة ليس مشكلة التفكير، هنا مشكلة أن الإسلام السياسي في فترات مختلفة كان لديه رؤى مختلفة وفي أي قوالب أسقط. الآن أنتم مثلا ذكرت أستاذ عمار في سوريا، في العراق، هذه ما تسمى الحركات الجهادية التي تعتمد السلاح، رفع السلاح أو العنف ربما في تطبيق الإسلام، هذه الجماعات الإسلامية هي أنا نستطيع أن نقول أنها نعم أفلست كحركات إسلامية، لأنها المسلمون يريدون العدالة والشورى وغيرها من القيم حتى يعيشوا بعضهم البعض. هؤلاء لا يتبنون هذه القيم، ولكن ينتجون آليات ومقولات أخرى مثل التكفير وغيرها. مثلا في تونس السيد الغنوشي لسنوات طويلة جدا، لفترات طويلة جدا كمفكر إسلامي كان يتكلم عن الديمقراطية، أي هي أي ديمقراطية يريدها كإسلاميون، وأعتقد أن هذا مهم جدا وعميق ونحتاج أن نتكلم عنها. ليس فقط الغنوشي، ولكن أيضا الآن التجربة في تونس النهضة وغيرها مثلا طبقتها على أرض الواقع. اليوم نحن في العالم الإسلامي لا نتكلم فقط عن أن الشورى، لا نتكلم أن الشورى وغيرها لا تتفق مع الديمقراطية، ولكن نحن أيضا بنماذج تطبيقية عملية رأينا أن الإسلاميين استطاعوا أن يشاركوا في العملية الديمقراطية، أن يسلموا السلطة، أن يعملوا في السياسة، وأنهم استطاعوا أن ينتجوا أن ربما حلولا أو أجوبة على أسئلة معينة في السياسة. هذا هو الامتحان الذي أمامه. أما في الانتقال للتجربة التركية، ربما هي تختلف عن التجارب الأخرى في العالم الإسلامي كالتالي. تركيا كانت فيها تجربة علمانية قوية جدا، ولذلك أن تطلب إقامة دولة إسلامية أو ما شابه أو تطبيق الشريعة الإسلامية في تركيا ما زال حتى الآن شيئا صعبا جدا وبعيدا، و لم تستطع أي حركة إسلامية أن تطالب فيها بهذا الشكل الواضح. كل التيارات الإسلامية وغيرها، ميلي قروش وغيرها، كانت تتكلم عن قيم معينة أو بحث عن أمور تجمع بين التجربة الديمقراطية والتجربة العلمانية والإسلام في تركيا. ربما في يومنا الآن في عصر الذي عيش فيه تركيا التي في فترة ما بعد الحداثة الآن، استطيع الآن تركيا أن تناقش هذه المفاهيم ربما المصطلحات والتواريخ أو المحطات التاريخية بشكل في حرية أكبر، ولكن الآن هذه التطورات في سوريا والعراق وغيرها ربما تفقر هذه النقاشات وتضعفها وتصعبها، لأن أنا الآن ربما نتكلم عن تيارات لديها ربما أفكار مختلفة عن الإسلام أو الإسلاميين يقاتلون بعضهم البعض، وهذا ربما ليس فقط سببه أن هناك عداوة بين المجتمعات الإسلامية والفرق الإسلامية، ولكن لا، هناك مثلا القوى الإمبريالية، القوى الخارجية تسعر هذا الأمر، الاحتلال الأجنبي للعراق والسياسات الخاطئة لا نستطيع أن نغفلها ونغفل تأثيرها في وصول العراق إلى الحالة التي هي عليها الآن. أستاذ مختار، عندما ننظر إلى العالم العربي أو العالم الإسلامي بشكل عام، هناك تجربتين تدعي أنها تمثل الإسلام أو تطبق الإسلام بشكل عملي، تجربة السعودية وتجربة الإيرانية بقدر النظر عن المذهبية المذهبية. تجربة إيران مبني على ولاية الفقيه، وتجربة السعودية مبني على تجربة الملكية، نظام ملكي. أنا لما أتكلم عن تجربة السعودية خاصة أستطيع أن أقول حتى الحركات المناهضة للنظام السعودي في السعودية، أقصد حركات السلفية، لا تختلف عقلية وخلفية عن النظام الملكي. يعني هم يريدون أن يأتوا أيضا من نظام آخر وإن لم يكن باسم الملكية، لكن تمثل الملكية، بمعنى آخر لا تحترم إرادة الشعب.
وهناك نظام آخر، نظام الشورى الذي ذكرته أنت في من البداية، التي تعتبر الشعب هو الأصل، والشعب هو الذي يختار النظام الذي يريده. يعني متى سيبرز يعني فكر الإسلام الصحيح منطلقة من الشورى، أو سنظل بين النظامين ولاة الفقيه ونظام ولاة الملكية؟ هذا يحتاج إلى دراسات نقدية للتاريخ، مواجهة التاريخ. أحيانا تحتاج الأمم أن تقسو على ماضيها من أجل إنقاذ مستقبلها. لا بد أن نقسو على ماضينا من أجل إنقاذ مستقبلنا. لكن مع الأسف ما يحدث هو العكس، نحن نمجد التاريخ بكل سلبياته وإيجابياته دون التمييز بين هذا وذاك، وهذا يجعل التاريخ الذاكرة التاريخية تتحكم فينا، سواء الذاكرة التاريخية الشيعية التي قادت إلى نظرية ولاية الفقيه، أو الذاكرة التاريخية السنية التي تحولت إلى ملكية. أنا كتبت في بحث عن السنة والشيعة بين التواصل والقطيعة أن الخلاف بين السنة والشيعة من ناحية الفكر السياسي هو خلاف في الدرجة وليس في النوع، لأن الفكر السني والفكر الشيعي كلاهما نتيجة من نتائج الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية. في النهاية انتهى الشيعة إلى أنه لا بد أن يكون القائد من الأسرة النبوية، وانتهى السنة إلى أن القائد لا بد أن يكون من القبيلة النبوية، وفي النهاية ضاعت الشورى. أين هي الشورى؟ أين هو حق الأمة؟ في نهاية المطاف تجد أنه الفرق هو فارق في دائرة قصيرة، يعني دائرة صغيرة الأسرة، أسرة النبوية، دائرة أوسع القبيلة النبوية قريش، خلفاء من قريش وخلاص. لكن الأمة ليست جزء من المعادلة. الشيعة قالوا بالتقية، أهل السنة قالوا بالمدارات، وهو نوع من التقية ملطف أيضا. فهناك تشابه، لأن الأزمة هي نفس الأزمة. بالنسبة للنظام السعودي والنظام الإيراني ودعوة تطبيق القيم الإسلامية أو النظام الإسلامي، حقيقة هذه مصيبة كبرى، والسبب هو أنه هذا النوع من الأنظمة يهدر القيم من أجل المحافظة على تفاصيل قوانين. هي القوانين أصلاً مفروض أن تكون خادمة للقيم، منبثقة عن القيم، عند قيمة الحرية، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة إلى آخره، قيمة الأمانة. هذه القيم أولاً تحولها إلى دساتير، ثم تشتق من الدساتير قوانين. الجماعة هؤلاء، وهذا سائد مشكلة في الفكر السياسي الإسلامي اليوم، نحن نبدأ نضع العرب أمام الحصان، نبدأ بالقوانين أولاً، نطبق شريعة، تطبيق شريعة يعني تطبيق قوانين، بينما الأصل نبدأ بالقيم الكبرى ثم نحولها الدساتير ثم نحولها القوانين. لا في النظام السعودي ولا في النظام الإيراني اتبعوا هذه، كل منهما أهدر القيم الأساسية الإسلامية وانشغل ببعض الجزئيات الأخرى. فلذلك هي كلها تبعد أمور، تبعد الناس عن 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 القيم السياسية الإسلامية أكثر مما تقرب. بس أنا أريد أن أعلق تعليق سريع على ما تفضل به أستاذنا الكريم الدكتور عبد المجيد النجار، أن الديمقراطية تدافع وليست قيم ثابتة. أنا أعتقد حقيقة أنه فيها أيضا قيم ثابتة، لو لم يتوصل الغربيون إلى مفهوم معين للقيم، كرامة الإنسان، قيمة الإنسان. مثلا الغربيون ألغوا الرق من قرون، ونحن لسه في بعض ولا ما ألغي إلا من 30-40 سنة. يعني هنالك قيم، فعلا هنالك إجماع أخلاقي. من غير إجماع أخلاقي على قيم ثابتة لا يمكن أن تبني نظاما سياسيا سليما أبدا، لا بد من إجماع أخلاقي. هل هذا الإجماع الأخلاقي على قيم إنسانية أو على قيم دينية؟ لا يهم، المهم أنه لا بد من إجماع أخلاقي على قيم معينة. أما ما ذكرته عن أوليفر روي وفشل الإسلام السياسي، هذا ذكرني بما ذكره غراهام فولر مرة في بعض دراساته، قال إن أسوأ ما فعلته الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي بالحركات الإسلامية هو أنها لما حرمتها من المشاركة السياسية، حرمتها من تعلم أي شيء عن الدولة وصناعة القرار والتدافع السياسي والكومبرومايز والمفاوضات والتنازل. فقال، وهذا كتبه من زمان في الثمانينات، قال لو أن هذه الحركات وصلت إلى السلطة وفشلت فلن يكون الأمر غريبا. لماذا؟ لأنه مثل الولد اللي أنت منعته يذهب إلى المدرسة وتتوقع منه أن يكون عالما، لا طبعا، أنت لم تعطيه فرصة ليتعلم أصلا. فطبعا الحركات السياسية الإسلامية اليوم هي تحمل مبادئ،
لكنها لا تمتلك خبرة، بينما عندك من يمتلك خبرة يكون لا ضمير له، مستعد يقتل الآلاف في الشارع كما فعل السيسي، مستعد يعمل أي حاجة، وعنده خبرة الدولة العميقة وكل شيء، ولكن ما عنده ضمير. واللي عنده ضمير وعنده قيم ما عنده خبرة. هذه مصيبة من المصائب التي نعيشها اليوم. طيب شكرا أستاذ عبد المجيد. يعني ربما أول دولة إسلامية التي ظهرت باسم الدين والسياسة هي دولة السعودية، التي أتت بعدها دولة الباكستان، أتت بعد ذلك ثورة الإيرانية، أتت بعد ذلك ثورة في السودان ضد النميري وما إلى ذلك. لكن لو بعد ذلك أتى المجاهدون في أفغانستان، وأتى طالبان أيضا يدعي أنهم أسسوا دولة إسلامية. يعني كل أسماء هذه الدول دولة إسلامية دولة إسلامية، لكن لما ننظر إلى محتوى هذه الدول غالبيتها فشلت في إرضاء الشعب، يعني أو بمعنى فشلوا في إفراح الشعب. يعني لم ينجحوا لا في التعليم ولا في التربية ولا في التنمية الاقتصادية، ولم يستطيعوا أن يؤسسوا علاقات جيدة مع مجتمع الدولة أيضا إلى حد كبير. يعني وهناك لذلك هناك من يقول حتى لا نسيء إلى الإسلام باسم الشريعة واسم الدولة الإسلامية، يقولون لابد أن تكون الدولة دولة مدنية ليس باسم الدولة الإسلامية، لأن الدول الإسلامية التي ظهرت كلها فشلت. كيف تقيم كل هذه الأفكار؟ يعني هل الدولة المدنية يمكن أن تكون دولة إسلامية، أو لماذا فشلت هذه الدول المذكورة؟ يعني هذه دول إسلامية ربما باعتبار أنها تحكم شعبا مسلما، نعم، من هنا هي دولة، هي دول إسلامية، وليس لنا الحق في أن ننتزع منها ما تدعيه من صفة الإسلامية، وإن كان لنا الحق في أن نقيم هذه الصفة. وإذا قيمناها فإننا نجد الحقيقة كما قال الأستاذ منذ حين مختار، فإننا نجد القيم الكبرى والمواصفات الأساسية للدولة الإسلامية تغيب بأقدار، وإن كانت تختلف من مكان لآخر. تغيب قيمة الشورى التي هي قيمة سياسية دينية، هي ركن ديني، ركن من أركان الإيمان، وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم. يعني حتى أنه الذي ينكر الشورى من باب إنكار الجحود فإن إيمانه يمكن أن يصبح مقدوحا فيه، وكذلك قيمة العدل، وكذلك قيم أخرى سياسية مهمة، فإننا نجدها في الحقيقة تكاد تكون معطلة. هذا بالإضافة إلى غياب قيمة عليا لها صلة بالشورى، هي قيمة الخيار الشعبي. الدولة في المفهوم الإسلامي الصحيح هي التي تقوم على الخيار الشعبي، هي التي تصرف الشؤون العامة بما يرتضيه وبما يبديه وبما يوافق عليه الشعب. فإذا لم يكن الأمر كذلك فإن صفة الإسلامية تنقص كثيرا. ومن هنا فإننا إذا انتقلنا إلى حديث عن الدولة المدنية، وهل يمكن أن تكون دولة مدنية ودولة إسلامية؟ نعم، صحيح أنه في التعريف العالمي في مواثيق الحقوق الإنسان الدولة المدنية هي التي لا تقوم على الدين، أو التي تجعل الدين شأنا شخصيا ولا تجعله قوانين دولة، لكن نحن نقول لها مفهوم خاص للدولة المدنية، ونجد هذا المفهوم لهذا المفهوم سندا في الإسلام. الدولة المدنية عندنا هي التي ليست عسكرية وليست تيوقراطية. التيوقراطية هي التي يسيرها ويرسم خطوطها الإمبراطور، أو الذي يستمد على زعمه الأوامر من الله، والدولة العسكرية هي التي يحكمها العسكر. أما الدولة التي يحكمها الخيار الشعبي فهي بالنسبة لنا دولة مدنية. ولهذا نحن في دستور تونس الذي أنجزناه منذ بضع أشهر أقررنا أن الدولة دولة مدنية، وعرفناها وقلنا هي الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة وعلى الخيار الشعبي وعلى علوية القانون. نعم. إذا توفرت هذه المواصفات فإنها تكون دولة مدنية، ولا تخالف ولا تناقض المبدأ الإسلامي في هذا الشأن. فأيما دولة قامت على الخيار الشعبي، وكان ذلك الخيار الشعبي الذي اختاره الشعب ذو مرجعية إسلامية فهي دولة إسلامية ومدنية. وربما
لو كانت دولة تقوم على مبادئ إسلامية ولكن ليس على الخيار الشعبي قد لا نصفها بأنها دولة إسلامية. نعم. لأنها انهد فيها ركن أساسي من أركان الدولة وهو ركن الخيار الشعبي. على هذا النحو يمكن أن ننظر إلى الفقه السياسي نظرة تطويرية في هذا السياق. أريد أن أعلق على ما ذكره الأستاذ المختار منذ حين. أنا بين فيلسوفين يعني. لا عفوا أنا فيلسوف السياسة. عن أي حرية نتحدث في العالم الغربي وعن أي كرامة للإنسان نتحدث؟ هل نتحدث عن حرية الإنسان؟ هل نتحدث عن كرامة الإنسان؟ أم نحن نتحدث عن كرامة الرجل الأبيض؟ ها نحن نرى الاستعمار، حركة الاستعمار قامت على دوس كرامة الإنسان وحرية الإنسان، هذا منذ قرنين أو قرن ونصف، ونحن نرى اليوم أن كثير من الذين يتبنون كرامة الإنسان وحرية الإنسان ينتهكون بشكل عريض هذه الكرامة وهذه الحرية في القسم الجنوبي من العالم. الأمور نسبية، وهنا ينبغي أن يكون عندنا مراجعات مهمة في هذا الشأن. صحيح نحن لا ننكر أن في العالم الغربي أحرار وأن فيهم فلاسفة وأن فيهم يعني ناس له القيم لها شأن عندهم، ولكن الاتجاه الكبير نراه مع الأسف خلاف ذلك وغير مبني هذه القيم على مبدأ إنساني. ولكن نستفيد مما وضعت فيه هذه القيم بين قوسين من مؤسسات ومن إجراءات كما قلنا منذ في بداية الحديث ومن إدارات، هذا أمر مفيد ونستفيد منه. علينا أن نضيف نحن كمسلمين. صحيح. علينا أن نضيف وأن نضيف اللمسة الإنسانية الثابتة في هذه القيم، في قيمة الحرية وقيمة الكرامة الإنسانية، وأن نجعلها حرية للإنسان وأن نجعلها كرامة للإنسان. وحينما نعود إلى تاريخنا ينبغي أيضا أن ننسب الأمور. تاريخنا لم يكن أسود، تاريخنا فيه دوائر بيضاء ناصعة البياض وفيه دوائر أخرى سوداء. وحتى قضية الديمقراطية والشورى، هؤلاء الملوك الذين كانوا مستبدين في الدولة الإسلامية كانت لهم توازنات يرعونها، وكانت هناك قبلية، وكانت هناك مؤسسة علماء، وكانت هناك مؤسسة الأوقاف إلى آخره. لم يكونوا يستبدون استبدادا كما نراه اليوم، بل المجتمع لما كان قويا كان هو الذي يسير الحياة الاقتصادية والحياة العلمية والحياة الصحية. نعم. فالاستبداد كان في نطاق ضيق. إذا قرناه باستبداد اليوم الذي الدولة فيها، إذا أنت قدمت بيتك 10 سنتي فأنت تصبح محل مؤاخذة قانونية. طيب سنتواصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نحن في هذه الحلقة نناقش مفهوم الدولة الإسلامية بين النظرية والواقع. سوف نتواصل معكم بعد استراحة قليلة، ابقوا معنا. عندما تتراءى كلمة العشق التي تدل على الوجود، فإن الشكوى من عدم كفاية الكلمات لا تنتهي. ومع ذلك كله، فإن أجمل ما يعبر عن العشق يظهر جليا في الأدب الشرقي، لأن العشق في الشرق هو سر الوجود. فالعناصر والمخلوقات والأزمنة تحظى بمعناها الحقيقي في صورة المعشوق، وبهذا يتجلى المعنى الحقيقي للوجود في العاشق، ويبدأ الماضي والحاضر والمستقبل بالبوح بسره في شخص الحبيب. على مدى التاريخ
كانت صورة العشق تعتمد على فهم العاشق لمعنى الخلود والأزلية، فكان كبار شعراء الحب والغزل يترنمون بعلاقة تجمعهم مع الحبيب منذ الأزل. طريق العشق طويل وخطير، لهذا لا يمكن لأحد أن يبقى واقفا على هذا الطريق إلا من فقد وعيه كرما لمحبوبه. العشق نار لا يقبل العاشقون برداء سواه، فيشعل أي مكان يصل إليه ويلونه بلونه وينساب. لقد توحد تعريف العشق وأصبح حالة مشتركة بحيث انعدم فيها العاشق والمعشوق. جميع القصص عادة تتحدث عن الفناء مثل فراشة تذوب في نار العشق، لكن هذا الفناء في الحقيقة هو الطريق إلى الوجود الحقيقي. عندما نتحدث عن العشق فلا مكان للإزدواجية، وفناء هذه الإزدواجية يكون من خلال التضحية بالنفس، وهذا هو الطريق لكمال العشق كما قال الشاعر فضولي. Aşık oldu kim, kılar canın feda cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Aşık oldu kim, kılar canın feda cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد. نحن في هذه الحلقة نناقش مفهوم الدولة الإسلامية بين النظرية والواقع مع مجموعة من الأساتذة الذين تخصصوا في هذا المجال. الآن أريد أن أتوجه بالسؤال إلى أستاذ برهان الدين دوران. أستاذ برهان الدين، يعني لما ننظر إلى الدول الغربية هم كأنهم منزعجون جدا جدا مع الحركات المتطرفة، ومنزعجين لأنهم ديمقراطيين، وأيضا منزعجين من بعض الدول غير الديمقراطية. لكن لما يأتي إسلام المعتدل أو حركات الإسلامية المعتدلة مثل إخوان المسلمين مقارنة بداعش وغيرها من الحركات المتطرفة أو القاعدة، لا يستريحون أو لا يرتاحون إليها كثيرا. لماذا انزعجوا من وصول الإخوان في السلطة في مصر ولم وأيدوا الدكتاتورية أو الانقلاب العسكري في مصر؟ طبعا علاقات الغرب مع الإسلام السياسي فيها بعض التضادات، فيها بعض الاضطرابات. أولها التالي، الغرب ربما لديه كان سيطرة لحوالي 150 عام من السيطرة. أحد ردات الفعل عليها هي حركات الإسلام السياسي هذا، وبالتالي ربما هذه الحركات الإسلام السياسي ربما مصالحها تتعارض مع مصالح الغرب، لهذا تنزعج الغرب أولا. لكن أيضا من ناحية أخرى هذا العداء للغرب ربما توجهه مع للراديكالية أكثر، لحمل السلاح أكثر، هذا يزعج الغرب أكثر. طبعا هذا يصل بالأمر إلى التالي، أن حركات إسلام سياسية مثل الإخوان معتدلة تؤمن بالديمقراطية، تحاول الدفاع عن مصالح أمتها وشعبها، يزعج الغرب منهم، وبالتالي يريدون منهم أن يتغيروا، أن يكونوا أكثر علمانية. من الناحية الأخرى مثلا المشاركة في العملية السياسية وتمثيل عندما لا يكون هناك مشاركة في العملية السياسية، يعني يكون هناك نتيجة من العملية السياسية مشاركة في الانتخابات، يكون هناك رداكلية أكثر، وبالتالي
يريدون الغرب وليس مهما أن يكون هم مسيطرون على العالم الإسلامي أو ترك هذه البلاد مشتتة بين دول ديكتاتورية أو غيرها. الحقيقة أن ظهور هذه الحركات الراديكالية هناك جزء مهم جدا من الأسباب أو التأثيرات من الغرب، ربما القوى الخارجية. تذكروا أن الاحتلال لأفغانستان مثلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو قبلها الاتحاد السوفيتي أوصلت أفغانستان تكون مهدا ومحجا لكثير من الجهادين من كثير من دول العالم العربي والإسلامي. فأولا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الحركات الإسلامية الأصولية ومنها القاعدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي، بعد ذلك عندما تضاربت المصالح أعلنوهم إرهابيين. باختصار الغرب ليس منزعجا من الحركات الأصولية الراديكالية التي لا تضر مصالحها المدن الاستراتيجية، ولكنهم إذا أرادوا أن يفتحوا مرة أخرى النقاش حول مصالحهم حول النظام العالمي وغيرها، هذه دول حركة العالم الإسلامي السياسي التي تناقش هذه الأمور حتى لو كانوا معتدلين لا يريدونهم، لا يدعمونهم، لا يحبونهم. مثلا الإخوان في مصر ربما كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعمهم في مصر حتى ينجحوا، ولكن بالعكس تماما قبلوا انقلاب السيسي وصمتوا عن إعلان الإخوان حركة إرهابية كحركة قبلة الديمقراطية وشاركت في العمل السياسي، وكأنهم سدوا الطريق عليها، وكأنهم قالوا وكأنهم يقولوا للإخوان أنه لن يكون هناك نتيجة وفائدة بالعمل السياسي، الحل هو حمل السلاح. ولكن طبعا ربما مرة أخرى الغرب يدعم الديمقراطية في بلاده، ولكن دائما أو أحيانا يكونون ضد الديمقراطية في دول أخرى تحديدا في منطقتنا، كما ذكر الضيفان الكريمان قبل قليل. هناك قيم عالمية وكأنها صنعت فقط أو وجدت فقط لمواطنيهم هم في الغرب في دولهم، ولا يرعونها كثيرا في منطقتنا نحن، رغم كثير من الكلام في التوقيت. أستاذ مختار، نحن في فصل يعني في قسم الأول ناقشنا بشكل كبير الدولة الإسلامية والدولة الإسلامية، ربما لم نعرف بشكل دقيق ما هو تعريف للدولة الإسلامية. هل هناك تعريف متفق عليه بين الجماعات الدينية والحركات الإسلامية، أو على الأقل ماذا هو تعريف عندك يعني؟ طبعا ليس هناك تعريف متفق عليه، ولو كان وجد لكان حل لنا بعض الإشكالات الكبيرة التي نعيشها اليوم. ولكن أنا أستطيع أن أقدم التعريف الشخصي، وهو أن الدولة الإسلامية في العصر الحديث هي دولة ديمقراطية ذات مرجعية أخلاقية وتشريعية إسلامية. أولا هي دولة ديمقراطية لازم، لأنها إذا لم تكن ديمقراطية فهي تهدر القيم الكبرى، القيم السياسية الكبرى في الإسلام، الشورى والأمانة والمشاورة والعدل وغيره. لكن كونها ديمقراطية لا يكفي أيضا، وإنما يحتاج دولة ديمقراطية ذات مرجعية أخلاقية وتشريعية إسلامية. فإذا وجد هذان الشرطان هي بالنسبة لي دولة إسلامية. اليوم عندك نماذج بعض الدول تدعي أنها تطبق قوانين إسلامية مثلا، ولكنها ليست ديمقراطية، فهي تهدم الكليات وتدعي أنها تراعي جزئيات. عندك دول طبقت الكليات فعلا مثل تركيا، أنا أقول أنها هي تركيا لم تضع العرب أمام الحصان، وإنما وضعت الترتيب الصحيح هو البدء بالكليات أصلا بالقيم، القيم قيمة الحرية والعدل والشورى وحق الناس وكرامة الإنسان. فلذلك عندك دول طبقت القيم الكلية ولكنها لم تطبقها ضمن المرجعية الإسلامية، يعني قد تفعلها عمليا دون أن تسميها مرجعية إسلامية وقد تتجاهلها يعني مثل تركيا. وعندك دول تهدم القيم الكلية نفسها ثم تأتي بجزئيات وتحاول أن تبني عليها شرعيتها السياسية وتدعي أنها حامية الإسلام إلى آخره، مثل السعودية مثل إيران إلى آخره. فعندك المسألتين هذو. بالنسبة لما ذكره الأساتذة الكرام حول كرامة الإنسان وحقوق الإنسان في الغرب وغيره، أنا أذكر مرة في مؤتمر في الولايات المتحدة أحد الأساتذة الأمريكيين وهو أسلم فيما بعد وموجود الآن معنا في كلية الدراسات الإسلامية في قطر، دكتور روبرت كرين، هو قال الناس في العالم الإسلامي يظنون أن أمريكا لا تؤمن بحقوق الإنسان. قال لا، هذا ليس صحيحا، أمريكا تؤمن بحقوق الإنسان ولكن عندها مشكلة في تعريف الإنسان. المشكلة هي في تعريف الإنسان،
هل كلنا داخلون في تعريف الإنسان أم لا؟ هذا هو المشكلة. جميل. ففي الغرب توجد قيم حقيقية، لكن توسيع هذه القيم لتكون لتشمل بقية البشرية هذه مشكلة في الغرب ومشكلة في كل الحضارات بالمناسبة. الرومان جاءوا بعملوا جمهورية وعملوا قوانين، واليونان عملوا جمهورية وقوانين ولكنها كانت خاصة بهم، يعني خرجوا منها الشعوب البربرية سموها والعبيد وغيره يعني. فنحن ينبغي أن كما قال شهر أستاذنا الكريم الدكتور عبد المجيد، الإضافة الإسلامية الفعلية هو أن هذه القيم الإنسانية نجعلها قيم عالمية، ليس فيها استثناء، ليست خاصة بنا وليست ولا نقبل أن تكون خاصة بالآخرين. ولكن هذه مشكلة كبرى لا تزال في دولنا. دولنا لا تزال بعضها تقول غير المسلم ما يمكن يترشح للرئاسة، وقيود كثيرة، وحتى التمييز حتى ضد جماعات مسلمة نفسها لأنها عندها مذهب مختلف. إيران تنص أنها دولة يعني تتبع المذهب الجعفري فقط، ونعرف طبعا وضع أهل السنة فيها، وضع الشيعة في دول عربية كثيرة وضع ليس مريح نهائيا، وضع الأقليات المسيحية إلى آخره. أي نوع من التمييز هو هدر للقيم الكلية، تضييق من نطاق القيم الكلية. لا يكفي فقط نجعلها قيم إنسانية، نحن نحتاج نجعلها قيم أولا داخل بلداننا، لم نطبقها حتى الآن تطبيقا كافيا. بالنسبة للاستبداد القديم طبعا كان ضيق النطاق كما أشار أستاذنا الكريم الدكتور عبد المجيد، صحيح، لأن الدولة القديمة بطبيعتها الإمبراطورية القديمة فسيحة الأرجاء لكنها ضعيفة الوطأة على الناس، لأنها لا تتدخل في أمور كثيرة، تعليم وصادرات واردات. الدولة المعاصرة بطبيعتها دولة شمولية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لذلك فساد الدولة يفسد المجتمع كله لأنه تدخل في كل حياة الناس. أخيرا الدكتور برهان أشار طبعا إلى الجماعات المقاتلة وغيرها. أنا أحب أقول أنه هنالك نوعين من القتال، قتال من أجل تحرير الناس وقتال من أجل حكم الناس. القتال من أجل تحرير الناس جيد، وكل حق، كل الشعوب عندها حق أن تقاتل المستبدين وتقاتل الظلمة وترفع عن نفسها الظلم، وهذا موجود في الدول المسلمة وغير المسلمة، في الثقافة الإسلامية وغير الإسلامية. أما مشكلة بعض الجماعات الجهادية اليوم أنها لا تقاتل لتحرر الناس بل تقاتل لتحكم الناس، وهنالك فرق كبير بين هذا وذاك. فنحن نحتاج أنه بالثقافة الجديدة تقوم على أساس القتال من أجل الحرية، من أجل تحرير الناس وليس من أجل حكم الناس. نعم. أما إسلامية الدولة، والدكتورة بدأ بقضية هل هي دول إسلامية ولا لا، هناك فرق بين إسلامية الهوية وإسلامية نظام الحكم. كل دولنا دول إسلامية من حيث الهوية، الهوية الثقافية. نعم. وكلها الليلة ستعلن رمضان مثلا، وكل واحد منهم يلقي خطاب بمناسبة رمضان حتى وإن لم يكن يصوم. نعم. ويلقي خطاب في العيد حتى وإن كان لا يصلي صلاة العيد. هذا جزء من الهوية الثقافية، تسميها الهوية رأس المال الرمزي، لكن هذا لا يعني أنها إسلامية في نظام حكمها. كي تكون إسلامية في نظام حكمها تحتاج معايير واضحة، تكون ديمقراطية، تكون عندها مرجعية أخلاقية وتشريعية إسلامية. شكرا أستاذ عبد المجيد. أنتم يعني في تونس حركة النهضة التي يعني لها قبول كبير في المجتمع التونسي ذات مرجعية إسلامية إلى حد كبير، كان لديهم قيم إسلامية، وكنتم تنادون أو حركة النهضة كانت تنادي منذ 30 سنة 3 عقود، لكن عندما وصلت حركة النهضة إلى السلطة وجدت معارضة شديدة بين من طرفين، طرف العلمانية وطرف ما يسمى بأنصار الشريعة في تونس. هل يعني القيم الذي كنتم تنادون به منذ عقود لم تستطيعوا أن تطبقوه كما كنتم تحلمون، سواء كان مع العلمانيين أو مع أنصار الشريعة؟ نعم، المواصفات الإسلامية التي كنا نحلم بها ويحلم بها الكثيرون، منها ما هو كلي عام وقيم كما قال أستاذ المختار منذ حين، ومنها ما هو تفاصيل وقوانين. أما القيم العامة فقد استطعنا بمشاركة آخرين أن ندرج كثيرا منها في الدستور وفي الحياة السياسية،
أحيانا كثيرة دون أن نسميها باسمها الإسلامي أو نضفي عليها صيغة العنوان الإسلامي، بالرغم من أنها من صميم الصفة الإسلامية. ولهذا كنا ندافع على الحرية، وأدرجنا كما من الحريات العامة والخاصة في الدستور، تقريب حتى بعض الدساتير في الدول الحديثة لا يشتمل على مثل هذه الحريات. وكذلك كل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والعدالة بين الأفراد والعدالة بين الجهات استطعنا أيضا أن ندرجها في الدستور الجديد، وهناك محاولات عملية لأن تأخذ طريقها إلى واقع الحياة مع صعوبات كثيرة، غير أن الأمور التفصيلية هي التي تمثل مشكلة، لأن هذه الأمور التفصيلية المتمثلة في القوانين فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق حتى بالحكام الأسرة أو ما يتعلق بكثير من الشؤون العامة، هذه هي أحكام دينية نقتنع بها ونؤمن بها، جزء من إيماننا وجزء من إيماننا بها نظريا وإيماننا بها أن تصبح منزلة على الواقع. فلما أتينا إلى الواقع بالممارسة الفعلية وجدنا أن هذا الواقع يند في أحيان كثيرة عن أن تتنزل عليه هذه القوانين التفصيلية، لأن حياة المسلمين منذ زمن أصبحت حياة ليست متلائمة مع ما ينبغي أن يكون دينيا نتيجة لظروف تاريخية واستعمارية إلى آخره وداخلية أيضا. ولهذا وجدنا أنفسنا في حاجة إلى اجتهادات كثيرة حتى نلائم بين قناعاتنا النظرية الدينية وبين ما نفعله في الواقع. مثلا كلنا كنا نتوق إلى أن نطبق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقوم على الربا، لأن الربا أمر محرم، فكنا نريد أن نجنب المجتمع هذا الأمر. ولكن وجدنا أنفسنا ونحن الذين نتحمس دينيا ونظريا لهذا القانون كل أسبوع نوقع على اتفاقيات وعلى قروض ربوية من الدول ومن البنوك العالمية، لأن تطبيق هذا الحكم القانوني الشرعي الديني مرة واحدة سيؤدي إلى كارثة تفوق في سوءها وفي مفسدتها بالتعبير المقاصدي المحاسن التي تنجر عن حرمة الربا. ولهذا وجدنا أنفسنا في لزوم أن يكون هناك اجتهاد في التنزيل يقوم على توفير أو محاولة توفير الأسباب والشروط التي إذا ما نزل الحكم الشرعي في الاقتصاد أو في المعاملات الاجتماعية يكون مفضيا إلى المقصد الذي من أجله وضع وهو مصلحة الناس. وهذا مسار بطبيعة الحال طويل المدى ويحتاج إلى جهود كبيرة داخلية وخارجية في النطاق الإسلامي، لأنه وأختم هنا نحن كثيرا الحركات الإسلامية التي تتحدث عنها بقيت تتحدث عن المشروع الإسلامي وتكتب عن المشروع الإسلامي بصفة النظرية، ولكن بين المشروع الإسلامي وبين تهيئة ذلك المشروع ليصبح قابلا للتطبيق قابلية يثمر بها المقاصد التي من أجلها وضع هو كبيرة ينبغي أن تملأ بجهود علماء واجتهادات توفق بين هذا النظرية وهذا الأحكام النظرية وهذا الواقع الذي تسير عليه الحياة، هذا الواقع المعقد أشد التعقيد داخليا في المجتمع وبالمؤثرات الخارجية التي ترد عليه. وهنا أنا أعتقد أنه يمثل هذا الأمر التحدي الأكبر الذي يواجه كل الحركات الإسلامية التي ترفع مبدأ الإسلام ما يسمى بالإسلام السياسي أو
ما يسمى عند الآخرين، أو ترفع مبدأ أن يكون الحياة متساوقة مع متطلبات الدين الإسلامي. شكرا. أستاذ برهان الدين، ربما هناك اشتباه أو أخطاء فيما يتعلق بالتمييز بين الحكومة والدولة، يعني بمعنى آخر مثلا في بلادنا نحن نعارض الحكومة في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني نحن نعادي الدولة. لكن في المنطقة العربية في بعض الأحيان معارضة الحكومة تعني معارضة الدولة أو معاداة للدولة. هل نستطيع أن نميز بين معارضة الدولة والحكومة أولا؟ ومثلا هوية الدولة ربما حتى لا تكون إسلامية كما ينبغي بمفهوم الإسلام السياسي، لكن يمكن أن يحكم فيه شخص إسلامي متدين. مثلا كان في تركيا دولة علمانية في نظام السياسي، لكن كان يحكم فيه نجم الدين أربكان، والآن يحكم فيه سيد أردوغان. بينما في باكستان جمهورية الإسلامية الباكستانية كانت تحكم فيها بنزير، وهي من اتجاه يساري علماني متشدد إلى حد ما في مفهوم الباكستاني. يعني كيف نستطيع أن نميز هوية الدولة، هوية الحكومة، والمعارضة بين الحكومة والدولة؟ Evet, biraz zor bir soru oldu. نعم هذا سؤال صعب. أنت متخصص في هذا، أنا أعرف جيدا. Elbette. بكل تأكيد. Şimdi şöyle. طبعاً. İslam siyasi düşüncesine bakıldığında. إذا نظرنا إلى الرؤية السياسية الإسلامية سوف نرى رأيين. أولاً أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، وهو هناك اتفاق أو عقد بينه وبين الناس، ثم هناك عقد آخر بين الأمة أو المجتمع أو الشعب وبين الشخص الحاكم الذي سيدير هذه الأمة. ربما يكون هذا ملكا أو سلطانا أو خليفة أو حتى رئيس جمهورية أو رئيس وزراء في يومنا. في الأصل هذا هو نوع من التعاقد بين الأمة والحاكم، وبالتالي هنا أنه يحمي المصالح الأمة، يستعمل الشورى ويأخذ مشروعيته من هذه المفاهيم بأن يطبق العدل ربما وأن يحقق مقاصد الشريعة بطريقة أو بأخرى. ضمن هذا الإطار إذا قيمنا الموقف سوف نرى في الحقيقة أننا بدل أن نقول الدولة الإسلامية ربما سوف نقول الدولة التي تحمي مصالح المسلمين، هذا قد يكون أصلح. الدولة المدنية، عندما نقول الدولة المدنية ربما هذا الذي يقصد، لأن عندما نقول الدولة الإسلامية فأننا وكأننا نقول أن الدولة العصرية أو الدولة الحديثة يجب علينا أن نأخذها ونطبق عليها الفقه الإسلامي ونراها ضمن الأمر المعروف عنها يعني منقر ضمن قوة الدولة، وكأننا سوف نكون أمام نظام شبيه طالبان. وبالتالي أولا يجب على المواطن أو الفرد المسلم أن يبحث عن تأمين الحرية التي يستطيع من خلالها أن يعيش بحرية أولاً، هذه يجب أن تكون أولويته. إذا نظرنا من هذه الزاوية سوف نرى أن الدولة بحثها عن مشروعيتها لا يجعلها دولة إسلامية. الآن المملكة العربية السعودية أو إيرانية أو باكستان أو غيرها من الدول التي تقول عن نفسها أنها دولة إسلامية لديها مشاكل تاريخياً، هي دولة ديكتاتورية أو شمولية أو لديها سيطرة قوية، ولكن هل هم يفعلون ذلك حفاظاً على مصالح المواطن حفاظ المسلمين أم لا؟ هذا أمر خاضع للنقاش، هذا أمر مثير للجدل. وبالتالي يجب أولاً عودة لسؤالكم أستاذ عمر، يجب أولاً على الدولة أن يكون بنيتها التأسيسية وتاريخها أن ننظر على أي أسس، على أي قيم بنيت هذه الدولة. إذا كانت أي دولة من الدول الجمهورية كانت أو مملكة أو غيرها أتت برضا الشعب وتحافظ على مصالح وتحقق مصالح هذا الشعب وتقدم نموذجا ديمقراطيا، فإن هذه الدولة هي دولة إسلامية برأيي، وربما ليس فقط المسلمون ولكن كل الناس سوف يدعمون هذه الدولة يستعمل لمصلحتهم. هناك فرق طبعا بين الحكومة وبين الدولة. إذا أتينا إلى هذا سنقول أنه في العادة الدولة في حال أنها كانت متناسبة مع هذه القيم التي ذكرتها فإن ربما يكون
بعض سياسيها وقادتها ظالمين أو باطشين، هذا يمكن إغفالها. مثل تركيا مثلا، في تركيا كان هناك نظم كمالية علمانية جدا، ورغم ذلك فإن الحركات الإسلامية في تركيا لم تحمل السلاح ضد الدولة، لم ترى ضرورة لحمل السلاح ضد الدولة، وكانت تقول أن هذه الحكومات سوف تتغير، وسيأتي عندما يأتي نظام ديمقراطي يحافظ على مصالح الأمة سوف يخرج مرة أخرى حكومة أو قوانين أو نتائج تراعي الحساسيات والأهميات الإسلامية. وبالتالي هنا أنا أؤكد على الديمقراطية وأثمن الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي الحقيقة تحمي هذا التعاقد الذي ذكرته قبل قليل بين الشعب وبين الحاكم، وتؤدي إلى المقاصد الإسلامية. هنا نعود إلى النموذج التونسي، أقول شيئا مهما، ربما الإسلاميون الذين يبحثون عن الدولة الإسلامية يستعجلون عادة، لأن الشعوب الموجودة والمجتمعات الموجودة ليست جاهزة تماما، لأنها لديها فترة انتقال حاليا. الآن البعض يفكر أنه نريد أن نحافظ نستولي على الدولة على الحكم من خلالها نفرض النموذج الإسلامي، هذا الحقيقة مفهوم مخالف عكسي. أولا يجب على المجتمعات أن تعيش الحياة الإسلامية، ثم بعد ذلك مع انعكاس مطالب هذا الشعب أن تؤسس لدولة إسلامية، وبالتالي هنا لا تحتاجون أن تسمونها دولة إسلامية. مختار، هناك مصطلحات دينية أصبحت دينية مثل كلمة الأمة أو كلمة الجماعة، كلمة الأمير أو الأمراء، ماذا نقصد بهذه المصطلحات؟ مثلا لما نقول الأمة الإسلامية في مصر أو الأمة في مصر، هل يدخل فيها المسيحيون أو فقط يقصد المسلمون فقط؟ الأمة، كلمة الأمة كيف كان في أحد الصحابة، بما أنك درست هذا الموضوع بشكل جيد. أيضا ما ورد في الأحاديث فيما يتعلق بالجماعة، انتماء إلى الجماعة، المبايعة للجماعة، هل هو يقصد الجماعة الذي نحن ننتسب إليه أو يقصد الدولة أيضا، نظام السياسي في الدولة؟ ما معنى الجماعة هنا؟ من هو الأمير؟ هل هو الأمير الذي يؤمر علي نحن عشرة مثلا ولنا أمير، هو أمير الذي يقصد في الحديث، أو أمير الذي يقصد رئيس الدولة أو يقصد إتاعة الدستور أو إتاعة القانون؟ ماذا يقصد بهذه المصطلحات الثلاثة؟ هذا موضوع طويل، ربما يحتاج حلقة أخرى. أستاذ كريم عمر، أنا وجدتك حتى أستفيد. الله يبارك فيكم. طبعا هنالك فرق دائما بين المفهوم والمصطلح، المفهوم في دلالته الأصلية حينما استعمل أول مرة، والمصطلح حينما يتطور مع الزمن. مثلا الدستور، نقول مصطلح آخر، في كتاب الجرجاني، كتاب التعريفات، وهو للجرجاني من علماء القرن السادس الهجري، يعرف الدستور بأنه الوزير الكبير الذي يرجع في تصريف أمور الناس إليه. هذا هو الدستور. الدستور يعني شخص، صحيح، ليس وثيقة تعاقدية بين الأمة والحاكم. طبعا مفهوم الأمة كما نراه في وثيقة المدينة، وهي أول وثيقة دستورية في التاريخ الإسلامي. هذه الوثيقة تتضمن مع الأمة بعدة معاني، ممكن ينطبق عليها ما نسميه اليوم في العلوم الاجتماعية الـ Multiple Identity، الهوية المتعددة. فهنالك الأمة بالمعنى الاعتقادي، حينما يقول دستور المدينة إن المسلمين من قريش وأهل يثرب ومن لحقهم وجاهد معهم، هنا الأمة بالمعنى الاعتقادي المسلمين. وفيها الأمة بالمعنى السياسي، حينما يقول إن اليهود، يهود بني عوف، مع المسلمين أمة، هنا الأمة بالمعنى السياسي. وعندك الأمة حتى بالمعنى الجغرافي، لأنه كان يشترط لكي تكون مواطنة في دولة المدينة ولك حقوق مواطن دولة المدينة أن تهاجر وتنضم إلى المسلمين في المدينة، وإذا لم تهاجر ليس لك نفس الحقوق. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فمفهوم الأمة في الإسلام مفهوم مرن، فيه الأمة بمعنى الاعتقادي، الأمة بمعنى السياسي، الأمة بمعنى الجغرافي، كله موجود. لذلك نحن نحتاج أن نأخذ من هذه المفاهيم ما يتناسب يستجيب لحاجة عملية. لكن أنا أريد أرجع لشوية النقاش السابق بسرعة. في العالم العربي هنالك خلط طبعا بين معارضة للحكومة والمعارضة للدولة، ولكن أنا أعتقد هذه مسألة عامة في ثقافة الاستبداد عموما. منذ أن قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر أنا الدولة والدولة أنا، يعني فالحاكم المستبد يختزل الدولة في شخصه، فلذلك إذا عارضته يقال أنك عدو الدولة وأنك خارج على الدولة، بينما الحقيقة هي الدولة ليست الحاكم. الحاكم يموت ويمشي وتبقى الدولة كمؤسسة باقية. نحن ما نحتاجه اليوم هو، وإشار لهذا الدكتور برهان الدين، نحتاج ننقل مركز الثقل من الدولة إلى المجتمع.
الخطاب الشرعي الإسلامي في القرآن والسنة ليس موجها إلى الحاكم، كله موجه للمجتمع، ولذلك دائما يأتي بصيغة عامة، سواء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل الأحكام المتعلقة بالشأن العام تجدها في الإسلام بصيغة الجمع، موجهة للجماعة. الجماعة بعد ذلك تختار واحدا منها وتكلفه بأداء هذه المهمة. بينما في الاستبداد لا، المستبدون اللي عندنا الآن يعتبرون أنه الخطاب الشرعي موجه لهم وهم يطبقوه على الناس، لا، هو الخطاب موجه للناس والناس يطبقوه على الحاكم، هذا هو الترتيب الصحيح. والدولة الإسلامية التي نسعى إليها اليوم هي ليست دولة المسلمين، دولة إسلامية بمعنى أنها قائمة على قيم الإسلام، لكن لا يعني أنها دولة المسلمين، لا، هي دولة كل مواطنيها. في النهاية مثل أي دولة معاصرة هي دولة يملكها مواطنها، قطعة أرض يملكها مواطنها، كما قلت هي ملكية عقارية مشتركة. وهنا نحتاج أن نعرف أن الحرية أولا وقبل كل شيء. الدولة هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، يؤسسها المجتمع لخدمته، فلا يمكن أن تكون قيدا على حرية المجتمع إلا بقدر ما يفوضها المجتمع نفسه. يعني نحن نكلفك بهذه المهمة ومستعدين نتعاون معك، مستعدين نسمع لك، مستعدين نطيع مقابل هذا. فهو أجير عندهم، أجير عندهم، وهم يقيد وهم يحددون شروط هذه الإجارة. صحيح. كم فترة زمنية وما هي صلاحياتك إلى آخره، يعني كلام فترة زمنية. فالحرية أولا، الحرية أولا، هذا الذي ينبغي أن يكون شعار الإسلاميين وغير ذلك. وأنا أحب أن أختم أنه في النهاية الإسلام دين عملي، كما قال علي عزت بقوفيتش رحمة الله عليه، من أجل أن يؤثر الدين في الدنيا يحتاج أن يكون دنيويا. فالإسلام دين دنيوي وعملي، لا يفصل بين الروحي والمادي. وهذه حيوية الإسلام وقوة الإسلام. فنحتاج نخرج من هذه الازدواجية بين الدين ودولة وبين إسلامي وعلمانية. أنا أعتقد أنه حتى الإسلامي والعلمانية يمكن الجمع بينهما في الثقافة الإسلامية أصلا، لأن الإسلام هو دين والدنيا في آخر الخلقات تثير قضايا كثيرة حتى تأتي مرة أخرى إلى هنا. يفضي أنا عاشق لإسطنبول ولازم أتي أصلاً، سواء دعوتني أم لا. شكرا شكرا أستاذ عبد المجيد. يعني في الفكر الإسلامي هناك أشخاص في الحقيقة قد ساهموا كثيرا بطريقة إيجابية، مثل الشاطبي. بما أنك رجل مقاصدي أريد أن أسألك سؤالا بجواب يكون قصيرا لأن الوقت بدأ يداهمني. يعني في تاريخنا الإسلامي يوجد شاطبي، يوجد طاهر بن عاشور، ويوجد مالك بن نبي، ويوجد أشخاص كثر الذين كتبوا في جانب المقاصدي، لكن يبدو أن هذه الأفكار لم يروج كثيرا، وإنما أفكار أخرى حتى في بوتقة الإسلامية روجت أكثر، وبالتالي سببت لنا مشاكل كثيرة في المنطقة الإسلامية. لذلك أنا دائما أقول كل بما كسبت أيدينا، يعني نحن زرعنا هذه الأفكار التي تسبب لنا مشكلة الآن، بعد ذلك نقول هذه كذا وهذه كذا، أليس كذلك؟ نعم. والشاطبي بقي كتابه مجهولا طيلة قرون ولم يلتفت إليه أحد، شأنه في ذلك شأن مقدمة ابن خلدون، وقد كان متعاصرين. الآن منذ بعض العقود بدأت قضية المقاصد هذه تأخذ عند الناس حيزا من الاهتمام لا بأس به، ولكن مثل هذه الأفكار ومثل هذه القضايا الكبرى تحتاج إلى زمن أطول. المهم البداية، ونحن نرى الآن مشاكل ونعيش مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، من أهم أسبابها أننا لا نتعامل مع الواقع فيها تعاملا مقاصديا كما أشار إليه وكما نظر له الأئمة المقاصد الكبار. فنرى أن البعض يريدون أن يطبقوا أحكام الجزئية الإسلامية تطبيقا آليا لا تطبيقا مقاصديا، وبالتالي نراهم يقعون في محاذير وينتهون إلى مفاسد أكبر من المصالح التي وضعت من أجلها تلك الأحكام. وهذا نحن نراه كل يوم، يعني هذه الحروب وهذه الفتن التي نراها وتحدث لنا نحن كمسلمين مشاكل ويا لها من مشاكل. نحن مطالبون اليوم بحركة اجتهادية مقاصدية ترى لأن الإسلام كتطبيق غاب عن الحياة، أقصد في المجال المعاملات ومجال السياسة مدة طويلة، فلكي يعود ينبغي أن يكون يعود
عبر حركة علمية اجتهادية واسعة النطاق حتى يكون التطبيق والتنزيل تطبيقا حكيما مثل ما فعل الأوائل. الفقه الإسلامي في المعاملات وفي الاقتصاد الذي نقرأه في الكتب كتب الكبيرة الأمهات هذا لم ينشأ في يوم أو في ليلة، وإنما في تفاعل مع الواقع وأحداث الواقع بدأت تنضج تلك الأحكام التي نراها في كتاب الخراج وفي غيره على سبيل المثال، بناء مقاصدين يتحرى مصلحة المسلمين، يتحرى مصلحة الناس، ويبني الأحكام على تلك المصلحة في التطبيق والتنزيل. نحن الآن في حاجة إلى ذلك، وخاصة في المجال السياسي، والذين هم مدعوون إلى هذا أكثر من غيرهم هم الذين يتصدون إلى القضية السياسية من الحركات الإسلامية ويسعون كأحزاب مثلا إلى أن يكونوا حاكمين. هذا الحكم ليس مسألة سهلة وبسيطة وآلية. أعرف أنك في موضوع المقاصد لديك جولات طويلة، لكن الوقت يداهمني. إن شاء الله نستضيفك في جلسة أخرى في حلقة أخرى. أستاذ برهان الدين، يعني يقولون أن فقط دقيقتين إن شاء الله، يقولون أن الإسلاميين هم براغماتيون دائما، يعني بمعنى آخر انتهازيون. كيف ترى هذا؟ يعني هل الأحزاب الأخرى أو السياسات الأخرى أو الشخصيات السياسية الأخرى ليسوا براغماتيين؟ فقط إسلاميين براغماتيون؟ Şimdi bu pragmatiklik meselesi موضوع البراغماتية هذا أعتقد أنه شيء إيجابي. حبذا لو كانت كل الحركة الإسلامية براغماتية ربما عكس البراغماتية هو الشيء السيء وليس البراغماتية نفسها. نحن مثلا بعض الحركات التي يقال عنها أنها سلفية ولكن أنا أعتقد أنها خارجية، هذه الحركات الإسلامية في جوهرها لأنهم خرجوا عن مقولات مقولبة وشعارات معينة يصلون إلى شيء مختلف. البراغماتية شيء آخر، البراغما هي الفائدة والمصلحة، والبراغماتية هي البحث عن المصلحة والفائدة، ولكن الفاعلون هنا أو اللاعبون يحاول ليس محاولة الأفراد أو الفاعلين أو الفواعل السياسية أن يبحث عن مصالحهم الشخصية، هي مصالح وفوائد المجتمع أو الأمة أو الشعب. وبالتالي هذه الحركات يجب أن التي تقود السياسة، تريد أن تقود شعب، تريد أن تحكم، يجب عليها أن تكون براغماتية وتبحث عن المصالح. الآن فقط رسائل الأخيرة، نحن ندخل في رمضان إن شاء الله، خلال نصف دقيقة بعد ذلك ننهي الحلقة إن شاء الله. رسائلكم الأخيرة، رسالتكم الأخيرة. حقيقة الذي أريد أن أقوله أخيرا أنه الدولة الإسلامية هي مسار، وأنه نحتاج أن نرتب أولوياتنا بشكل واضح، القيم الكلية أولا ثم الدساتير ثم القوانين. شكرا لا أكثر. نحن مقبلون على هذا الموسم من رمضان العظيم، حري بنا أن نعمق النظر في مثل هذه القضايا وأن نتجه فيها اتجاه البحث والدرس حتى نصل إلى نتائج إيجابية إن شاء الله. شكرا أستاذ، رسالتك الأخيرة. أنا أيضا لمناسبة شهر رمضان المبارك أقول للذين يسمون أنفسهم حركات إسلامية أن يبحثوا عن مصلحة الأمة جميعا، أمل ذلك منهم وأدعوهم لذلك، وإلا المشاكل المذهبية والنزاعات المذهبية هي ستنهي المسلمين جميعا. وبالتالي لو وصلنا إلى رمضان بهذه الطريقة سيكون شيئا جيدا. في هذه الحلقة ناقشنا بالتفصيل في الحقيقة عن مفهوم الدولة الإسلامية بين النظرية والواقع. في الحقيقة هناك حركات ما تسمى بحركات الإسلامية في الحقيقة هذه الأيام تهدد أمن المسلمين قبل أمن الآخرين، ولا نعرف من مرجعيتهم الدينية، من فقهاؤهم، من قياداتهم، ما إلى أي كتب يرجعون في الحقيقة، وتظهرون تظهر في الساحة السياسية بالقوة. لذلك أردنا أن نبلور قليلا ما هي مفاهيم الأساسية للدولة الإسلامية بين النظرية والواقع مع مجموعة من الأساتذة. كان معنا أستاذ مختار الشنقيطي، الأستاذ الأخلاق السياسي في مركز التشريع الإسلامي في قطر، كنت معنا، أهلا وسهلا. عبد المجيد نجار عضو مجلس التأسيسي لمجلس الوطني التونسي، كنت معنا، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. برهان الدين دوران أستاذ في جامعة الشهير ومدير مركز الدراسات ستة في إسطنبول، كنت معنا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، لا نستطيع أن ننهي كل هذه القضايا في حلقة واحدة، لكن أعتقد استطعنا أن ندخل في تفاصيل مهمة
أتمنى لكم التوفيق في رمضان، كل عام وأنتم بخير حيثما وجدتم. لم يبقى إلا أن نودعكم من جديد على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.